الجماهير تنتظر هذه المباراة واللي ممكن من خلالها أن يحسم الفريق لقب الدوري. سنكون معكم مباشرة بعد قليل في تغطية حصرية لفريق الاتحاد السعودي الذي سيقابل نادي الشباب السعودي. أهلا بكم مشاهدين الأعزاء من ملعب الجوهرة مدينة الملك عبدالله الرياضية. من كابينة التعليق تحياتي محدثكم فارس عوض. وقد يتوج أصحاب الأرض باللقب اليوم بعد هذه المباراة فريق الاتحاد السعودي في مواجهة الشباب السعودي. رائحة اللقب تقترب والجماهير تعرف بأن هذه قد تكون مواجهة حسم لقب الدوري. ممكن أي هدف هذا؟ الهدف الافتتاحي يأتي سريعا ليشعل أجواء اللقاء. نلقي نظرة مرة أخرى على هذا الهدف الجميل. شوف التحرك، شوف انظر على هذه الكرة واللقطة. حارس المرمى ما كان عنده خيار ولا أي فرصة في التصدي. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. اعتراف ناجح لهذه اللقطة. يسير بالكرة باتجاه المرمى لكن تنتهي الخطورة هنا ويتحول الهجوم. نجاح هنا لاستراتيجية الضغط العالي. فواز القرني يتصدى. بانيكا يخطف كل الأضواء في هذه المواجهة. أعلن بشكل رسمي بأنه سيعتزل مع نهاية الموسم. هذا الأمر بالتأكيد يجعل الجميع يركز تماماً معه بشكل أقوى. لاعب قدم مسيرة كبيرة، عطاء من أجل الفريق، تواجد دائماً في الأوقات الحاسمة، كان له دور ملحوظ في غرفة الملابس. الآن لن يكون من السهل تعويضه ببساطة. لاعب بخبرته وإمكانياته، خسارة كبيرة لكرة القدم باعتزاله. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. هكذا تكون الانطلاقة نحو الثلث الهجومي. هنا سهل اعتراض الكرة. بتروح الكرة من جانب فريق الاتحاد. الدعم يصل الى من اللاعبين. تصويبة رائعة لكنها لا تشكل خطورة على حارس المرمى واللي يتصدى بسهولة. هتاف جماهيري يطالب بالتسديد. حارس المرمى ينجح في التصدي. حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منه هذه الكرة. ضربة ركنية ترسل إلى وسط منطقة الجزاء. والكرة في المرمى والفارق يتسع إلى هدفين. نشوف الهدف من جديد. ركنية ترسل إلى حدود منطقة الجزاء وبرأسية مثالية حقها في المرمى ولم يعطي حارس المرمى أي مجال. يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن 2 مقابل لا شيء. يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جداً.
يتقدم باتجاه المرمى، لكن تنتهي خطورة الهجمة. خلاص ينطلق بالكرة في العمق، كرة ترسل داخل المنطقة. لم يعد هناك تهديد في هذه اللحظات. شوط أول ينتهي مشاهدينا. حتى الآن الفريق يقدم كل ما لديه وتقدم في النتيجة، لكنه ليس البطل حتى الآن، بحاجة إلى مساعدة من الفرق الأخرى، ولكن لحسن حظهم بأن هذه ليست الجولة الأخيرة من الموسم. عليهم التركيز إذن على هذه المباراة وعلى الأداء داخل الملعب والتفكير في اللقب، لأنه ما زالت هناك فرصة للحسم مع نهاية هذه المباراة إذا لعبت. قرار هنا بالتغيير، وبالتالي يجب الخروج والتواجد في مقاعد البدلاء. نشاهد فرصة في هذه اللحظات، تشتيت رائع للكرة هنا. نادي الشباب يهاجم في هذه اللحظات. أوهو، تدخل كان حاسم في هذه اللقطة. والآن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. شوف المساندة، هذه تصويبة، والتصدي المميز الآن من حارس المرمى. حكم المباراة يعود لاحتساب الخطأ بعد فشل المهاجم في استغلال أيضا إتاحة الفرصة. خطأ وكرت أصفر. تنفيذ جيد للضغط العالي. هذه هي، يا الله على الاعتراف. مطالبات جماهيرية بالتسديد الآن. تصدي على الطاير، ارتماء ناجحة هنا على الكرة تمنع الهدف. تغيير يجري نادي الاتحاد. ركنية تنفذ في منتصف ال 18. اوهو، تصدي ممتاز. استعادة للكرة في الثلث الأمامي، تستمر الخطورة. لم يكن يتوقع وهو يسدد بأنها ستخرج بهذه الطريقة. فكر في القوة، لم يفكر في أين ستستقر. الآن يجد الحلول بتحرك زملائه، لكن ضاعت المحاولة. كان ممكن تشكل خطورة أكبر على المرمى. ولا فرصة لكرة مرتدة. فواز القرني يتصدى. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. سهلة جدا تصل لحارس المرمى. شوف التصويبة اللي كانت من مسافة بعيدة. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. خطأ فادح من حارس المرمى. كرة خطيرة الآن. الله، الكرة في المرمى بعد هدية من حارس المرمى، وخطأ كبير يتحمل المسؤولية. لحظات أخيرة نشاهدها. النتيجة من الصعب بل من المستحيل أن تتغير في هذا التوقيت. يا الله، حارس المرمى يتألق، يخرجها من فوق العارضة. يرسل كرة لوسط المنطقة. هدف تقليص الفارق، لكن التوقيت متأخر جدا. صراع مع الزمن من أجل العودة ربما تكون مستحيلة. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود الآن من نقطة البداية. بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء.
الدقيقة الأخيرة من عمر هذه المباراة. ممتاز التجاوز والتخلص. الآن تنطلق صافرة نهاية المباراة ولا تحمل معها أخبار سعيدة، خيبة أمل كبيرة لكل العشاق والأنصار. كانت فرصة اليوم لحسم اللقب قبل نهاية الموسم، الآن سيكون عليهم الانتظار حتى الجولة المقبلة، وبالتالي ضغوطات أكبر، وبالتالي مطالبين بتركيز أكبر حتى لا يضيع مجهود الموسم بأكمله في الأمتار الأخيرة. من المهم جدا بأن يعي الفريق بأن هذا مجرد تعثر وليس سقوط. مباراة تبدأ بأقدام لاعبي الاتحاد.